الله أنت ولينا، فكن لنا عند الرجاء، فما لنا رب سواك نرجوه ليقبل الدعاء. فامنن يا رب، فامنن يا رب الناس علي، واجزل يا ربي بالعطاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. في القرآن الكريم صور كثيرة من الابتلاء، وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الابتلاء، وما هو سبب هذا الابتلاء؟ ما هو سبب هذا الابتلاء؟ لاحظوا أحبائي معي هذه الآية القرآنية اللطيفة التي تقول: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. القصة عبارة عن أولاد خمسة، عندهم رجل كبير، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعطاهم بستان، جنينة، جنة يعني بستان، وكان هذا البستان يرتزقون منه وكان يفيض عن حاجتهم. فكان هذا الأب المؤمن، كان الأب المؤمن يعطي ويتصدق ما فاض وما زاد عن مؤونة واحتياجه على الفقراء والمساكين. الأولاد يشاهدون هذا المشهد، كلما يحين وقت الحصاد يأتي الأب بالمحصول يعطي لعائلته وأولاده، وما زاد على ذلك يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين. طبعا هذا الوضع لا يرضى به هؤلاء الأولاد، بل كانوا يعني يتضايقون من تصرف الأب، كيف أنه يتصرف يتصدق على المساكين، لماذا لا يأتي بالمحصول كله إلى البيت؟ فلذلك كانوا يتحينون الفرصة إذا مات الأب أننا سوف نستأثر ونستحوذ بهذا المحصول كله إلينا، ولا نعطي شيئا للفقير ولا ننفق شيئا على المسكين. هذه كانت نيتهم. إذ أقسموا ليصرمون، يصرمون يعني يقطعون الزرع ويحصدون الثمار مصبحين. باشر ورا ما يموت أبونا إحنا نصبح الصبح ونحصد الزرع كليته ولا نعطي شيئا للفقير والمسكين. هكذا كانت نيتهم. ماذا كان ابتلاؤهم؟ لاحظوا أعزائي، قال: ولا يستثنون، يعني لا يعطون شيئا إلى الفقير والمسكين. ماذا كان ابتلاؤهم؟ فطاف عليها، على تلك الجنينة، على ذلك البستان الذي كان لهم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ملك صغير، جند من جنود الله سبحانه وتعالى، ينفخ في هذا البستان فيصبح كالصريم، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إذا أنتم فعلا صادقين وأنكم سوف تمنعون الفقير والمسكين، اذهبوا إلى البستان واحصدوا الزرع وأتوا بالثمار قبل أن تقسم الثمار على المسكين والفقير واليتيم. هذه كانت نيتهم. فانطلقوا إلى البستان وهم يتخافتون، يتسابقون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هذه نيتهم كانت. لاحظوا أحبائي أعزائي ماذا كانت نيتهم ولماذا استحقوا هذا الابتلاء. أقسموا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. قالوا احنا بالنسبة ان سوف نمنع هذا المحصول عن الفقراء والمساكين. فلما رأوها، كيف رأوها؟ طبعا الله سبحانه وتعالى بعث جندا من جنوده فأحرق ذلك البستان فأصبح مقطوع الثمار. بلي، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. كان عندهم واحد من هؤلاء الأولاد الخمسة، إنسان مؤمن، يقول لهم: لا تمنعوا الفقير، لا تمنعوا المسكين، ولكن لم يسمعوا كلامه. بلي، لاحظوا، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، لماذا لا تذكرون الله سبحانه وتعالى؟
قالوا متى قالوا؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. متى قالوا ذلك؟ بعد أن نزل عليهم البلاء، بعد أن شملهم العذاب والعقوبة الإلهية. رفعوا أيديهم بالدعاء. فعندما كانوا بل عندما كانوا في نعمة ورخاء لم يرفعوا يدهم بالدعاء. هاي المفارقة القرآن الكريم يصفها تبارك وتعالى. ولكن لما نجاهم إلى البر فإذا هم معرضون. في حالة الرخاء وفي حالة النعمة لم يرفعوا أيديهم بالدعاء، ولكن عندما شملهم البلاء ونزل عليهم العذاب وأصابهم الله بالقحط والنقص بالمال والثمار والأولاد والأنفس، عند ذلك رفعوا أيديهم بالدعاء. قالوا إنا لظالمون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدل لنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العاقبة وأن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة ببركة محمد وآل محمد. الله أنت ولينا، فكن لنا عند الرجاء، فما لنا رب سواك، نرجوه ليقبل الدعاء. فامنن يا رب، فامنن يا رب الناس علي، واجزل يا ربي بالعطاء.